برنامج الفيليجرات اللي احنا بنحكي عنه، برنامج الصحة الأيضية، بيركزين على اليونيمات. هذا المنتج بناخده الصبح، بيعطينا صفاء ذهني وروقان، بنتحمل أعباء أي إشي ممكن نعمله وإحنا رايقين وبطاقة ونشاط هائلة جدا، وبيخفف لك الستريس والضغط النفسي، بخفف لنا هرمون الكورتيزون. فإحنا بهذا الحكي بيرفع لنا نسبة الحرق، يعني رح تشعري براحة نفسية وصفاء ذهني وقدرة على تحمل أعباء الشغل والعمل، طاقة لا محدودة ونشاط وحيوية، ويفعلك نسبة الحرق 4 أضعاف. يعني أنت حاطة رجل على رجل وقاعدة بتحرق دهون، كمان ما بيخلي جاي عبالك إنك فترة الصبح إنك تأكلي. فترة الغداء رح نروح للمنتج، هو بايوز لايف. البايوز لايف هذا رح يعطينا فيتامينات ومعادن وألياف، رح يعبيلك معدتك ألياف وفيتامينات ومعادن، رح تاخدي فيتامينات والمعادن اللي كل جسمك بيحتاجها، وما رح يجي عبالك أكل. حتى بس تأكلي كمان رح تأكل كمية أقل وزيد لك نسبة الحرق بالجسم. خلينا نشوف شو مكوناته كمان، غير إنه بنحفنا وبيمنع امتصاص السكريات بالجسم، وبيخلي السكريات والأشياء اللي بناكلها الحلوة والكربوهيدرات ما يمتصها الجسم، بطلع لنا إياها، وخلينا نستفيد من المعادن، كمية المعادن هاي الهائلة الموجودة عندنا. فيتامين سي، حديد، فيتامين بي 1 بي 2، حمض الفوليك، سيلينيوم، وفيتامين ها، والكروم، والزنك، والكالسيوم، والنياسين، حديد، يعني كل الفيتامينات والمعادن اللي جسمك بيحتاجها تلاقيه بهذا المنتج. راح تعوض الفيتامينات والمعادن، بغنيكي عن 21 تقريبا مكمل غذائي. راح تاخدي كل المكملات الغذائية اللي انت بتحتاجيها جسمك، خصوصا بعد عمر 30. كمان شو ما تاكل كربوهيدرات سكريات ما رح جسمك يمتصهم، رح ياخدهم هاي الالياف وطلعهم لبرا، يعني رح تنحفي وتكسبي صحة وتكسبي رواق. فشو بتستني لتاخدي هاد الخطوة لتكوني راضية عن شكلك وعن جسمك وتعطي جسمك القوة والنشاط؟ تواصلي معي حتى تحصل على هدول المنتجين الرائعين، يعني رح يغيروا لك كثير حياتك. واو، الأيضية كثير بالجسم.